وسعيد الغالية. شو قلتي؟ شو قلت في شو؟ وسهلة رمسي امك قولي لها ترى سعود كبر يباله حرمه ولازم يعرس همزين تمشي عزوبي، وبعدين انا عندي العبوب كل وحدة تقول الزين عندي. ها اقول لك زينبو، انت لو تسكين حلجك نحن بنرتاح من رمسة الناس، وبعدين البومك ما نبغى اخليه حقك. مشكورة وما تقصرين يا زينب، ويوم بنعزم نزوج ولدنا بنخبرك. برايكم انا بصير عندي زليخة ولدها يحن عليها يبال عروس، والالبوم هناك براويها مخبركم لا تقولون حق حد، ترى ولدها خبيل شوية. يلا فدعت الله فدعت الله. هذا وجهها اذا ما ردت بتشوف. مو بزين ابوه اذا ما ردت. ابعد عليكم بيت يقولكم زرعت كركم على كركم نبت كركم، ويلي احبكم تراني اذكركم. ما نبي ذكرك. زين ابغى شويه كركم. بس كركم؟ ما تبين شيء ثاني؟ تعرفين امبرو يعني ما يتعشى الا شويه بهارات وبزار وسوالف. لا حلفت عليك تمي بمكانك تشوفي شغلك، انا ادلني البيت بقعه بقعه بروعي بصير باخذ كركم. شوي اخلاه فقعتكم للحين تعطون كركم في قوطي؟ باكر بيحلى القوطي بتاكلون كركم عليان. يلا تعالي هني بسرعه، شوف تعالي هني. شو سارقه؟ ماكو شيء. انا شو 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 بلاكم ما سرقت شيء. طلعي اللي في جلابيتك احسن لك. بسرعه شوف فتشيها فتشيها لا تخلين شيء عندها. خيبة زين زين بطلع بالسيارة وديالي. طني شوف طني شو بعد فرقة. خيبة خيبة يا السراقة يا الحرامية. جلع شوف جلع يا رب. صبروا على مايا دياكم. لا 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 خذوني ما استوى فيها شيء. راح نوصل مستشفى. تعالوا يلا يلا يا بليز. وي سهيلة وي يا الله يا الله. سهيلة 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 وينكم؟ سهيلة أنا وصلت. وينكم؟ وصلت المستشفى بمجهودي. سهيلة سهيلة عليك. بس يا يما بس بس يا يما الحين بطمنون عليه. بس 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 فضحتينا في المستشفى وعيتي المرضى. ايش فيك؟ شو بلك؟ خليها تنفح عن اللي في خاطرها. بنت متعوره. ذبحك دخلك في ليلة. يا العم انا انكسرت ريلي وطاح على راسي السقف وما نفحت عن خاطره عني. انت شو تنفح عليه؟ شو تنفح عليه؟ عشاني هذا انت كأنك ذيب قاعد. أمي أمي شو أخبار شيخ الحين؟ داخل يخيطون راسه. زين الدكتور ما قالكم شيء؟ قال إن الجرح بسيط
هذا ما يخيطونه. سعيد سعيد انا بعد طاح على راسي السقف وكسرت ريلي وراسي عورني انا بعد. زي تعورت وايد؟ والله ما ادري يا يمه الدكاتره رايحين وجايين يقولون لنا بسيطه 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 الله اعلم. بس ما بس حبيبتي. تفضلوا تقدروا تشوفوه. امي بنتي. ها دكتور. ما تخافوش بسيطه ان شاء الله. بسيطه قال بسيطه. الحمد لله الحمد لله لك يا رب. الدكتور انا احس ساعات دوره في راسي ولوحه في جبدي. يعني أقوم عن الكرسي ولا أتم يالس؟ لا عليكي بسم الله عليك يا شيخ وكيف تقدري تتحملين هذه كله يا أبي؟ أبو شو بلا هالبنيم لا تزقها كذي تلزيق. الحمد لله الحمد لله اللي الله سلم عمرها. سعود أخوي أمي الدكتور ما قال متى بيرخص بنتي. أنا أقول يا سهيلة خلوها تبات هني اليوم أحسن، باكر بنسألهم إذا بيرخصونها ولا لا. هل خلاص سهلة سير ابوي البيت رايحي وانا بابات عنده الليلة سير موجود لا تحاتوني. لا 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 يا امي انا ما بصير انا بتبع بنتي. ابوي عاد انا احب اكل المستشفى. خلاص خلاص يا سعيد خلينا احنا نسير وباكر ني من اصبح افلح. سعيد بتبات عندي انت هني. انت من قص عليك قال لك انك حيت مريض ولا فيك شيء؟ من قص عليك قال لك انك تبات في المستشفى؟ تبوي ما فيك الا العافيه. قم قم خل عنك الكرسي يلا نروح يلا امي. يلا يلا يما يلا. ايش قال ما بتخلوني ترى انا بعد ريلي مكسوره وميهود. الحمد لله. تعالوا وين سايرين؟ سير زين. شهديني خل نروح الصوب. السلام عليكم. عليكم السلام. ها طمنوني شو قال الدكتور؟ قال الدكتور اني بخير الحمد لله. انا اقصد شيخه شيخه. شيخه بخير الحمد لله قالوا بيرقدونه هني. اللي ما يطمنوا على صحته عقب يرخصونه. وعلي كسرت خاطري هالشويخ. جزاكم الله الف خير ما قصرتوا على وقفتكم ويانا. لا تقولي تشي يا ام سعيد لا تقولي تشي احنا اهل وايران واخوان. الحمد لله انتم صاحين صاحين طب. نحن الحين بنسير ونتوكل وبرد مره ثانيه بنطمن عليها. يلا يلا كلنا ويا بعض يلا. يلا يا سفر وخر وخر ذبحتني ودوس على عباتي. صبروا صبروا لحظة لحظة. السلام عليكم. وعليكم السلام. هيا الله سعيد طمني ايش حال بنت اختك؟ الحمد لله الدكاترة قالوا ان اصابتها بسيطة وان شاء الله بتخف. بلاك تضحك شيء قلت نكتة أنا؟ لا بس بعد ما قلت لي سالفة بنت اختك قريت خبر في الجريدة. الخبر هذا يقول بأن رجل الأعمال المشهور بن مرهي اشترى سيارة مطلية بالذهب بقيمة 24 مليون درهم. أنا أقول لو تطلب مننا يساعدك وايد زين. هو ريال مقتدر يعني ما دام اشترى سيارة مطلية بالذهب ما بيكلفه شيء لو صلح سقف بيتكم. لا ويمكن ياخذ لكم بيت جديد. لا 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 خلاف تبالي اسوم وجهي عند ريال انا ما اعرفه طارش اللي هو طارش هالشيبه هذا ولد فريجنا ما طلبت منه بطلب الريال غريب. انت ما تسوم وجهك اقول لك الريال عنده فلوس يمكن الله مسخرنا لك. بعدين على فكره ترى كل ما تاخرت تزيد الموضوع تعقيد. شو تتريى لما يطيح بيتكم فوق راسكم مثلا؟ كلامك عادل تدري عاد الحين بعد الشتاء جاي ما فينا البيت يخر خلاص. بس هذا الريال انا وين احصله وين اقدر الاقيه؟ خل هالشي على اخوك خلف سكرتيره الخاص ربيعي وهو اللي بيوصلنا. شعورك بداية الله ارواح. ايش شو هاي الرمس يا ام سعيد يا ابوي نحن يران ما تقصر يا طارش. بس يا ويه استح بعد ما بينا مستحق اليار حق على اليار هما باش نحن ليدار باليدار. السلام عليكم. وعليكم السلام. زين يا سعيد جيت والله يا ابوك. يا ابوي تعال اقنع عمك رمسها فهمها. شي بلا امي شوش بلا انا جايب عمال عشان يصلحون السقف هذا اللي طاح امك حالفه عليهم ما يدشون البيت. هي نعم ما يستوي اربع مرات مصلح البيت ومعدله والحين السوق غلط كم بتخسر قول لي. اخسر
عفا عليك يا ام سعيد، حق جدي ابوي ما في خساره، انا البنك سخرت لي عينات يجمل على حسابي ويعطيك. مشكور وما تقصر، الله يعطيك العافيه ويخليك حق عيالك. ويخليك لي ولا يحرمني من حنانك وعطفك وغذاك وعشاك. اقول لابوي سعيد الغالي، ابوي شيخو متى تظهر من المستشفى؟ باكر. ايه باكر. زين الحين البيت شو بسوي فيه له؟ ما ادري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. شحالك حمود؟ شو أخبارك؟ حمود؟ أنت منو؟ ما عرفتني؟ أنا خلف. لا ما عرفتك. خلف ولد فرحان؟ خلف يوم إحنا صغار فلعتك بالحصى وأنت تصيح عند أمك تذكر. إيه بس لا والله ما عرفتك، تفضل شو عندك؟ المهم عندنا هذا الريال مسكين حالته كثيفة، لا عنده فلوس ومتلعوز وراتبه قليل ومحتاج. المطلوب الحين اختصر تسوون صيانة حق بيته. ايه هالموضوع عند بن مرهي مو عندي، خلني بكلمه. ربيعي اعرفه من زمان يوم احنا صغار. صغار وذاكرته ضعيف وما يتذكر شيء، وايد ينسى اصلا هو. الحين اقول لك تخف خف شويه، الا متلعوز الا متغربل الا حالتك سيفه شيء. لازم اسوي شيء عشان تكسر خاطرهم، لازم. اكبر اكسر خاطر الحين زياده. بن مرهي يقول لكم دشوا عنده، ترى انا ما انسى. ها السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم. تفضلوا. انت اللي بيتك متهدم؟ لا طال عمرك، هو اللي بيتهم متهدم ومحتاج ترميم. انا طال عمرك واحد مديون وعلي وايد قروض، يعني لو بتسدد عني وبتشيل عني بتسوي خير. هي بس احنا ما نسدد ديون حد. انت شو اسمك؟ شو اسمي؟ انا سعيد خلفان الشبر. هذا اسمك ولا تعيوره؟ ايه تعيوره، هذا يدي الله يرحمه، يدي الاكبر الشبر، كانوا يرغبونه في الفريج الشبر الشبر الشبر، كان قصير الله يرحمه. وانا يدي كانوا يسمونه التوله، انا كان يبيع دهن عود. انت تشتغل سعيد؟ ايه طال عمرك يداوم في الدائره عندنا، بس طال عمرك الراتب مون ما يكفي ابدا. وبيتكم كم غرفه متكسره فيه؟ الكذب يعداك طال عمرك، هي غرفه واحده اللي سقفها طايح، ولكن باقي الحجر بعد آيلة للسقوط يعني. زين بس المشكله امس متبرعين للمنكوبين في شرق اسيا. زين اعتبرنا طال عمرك احنا بعد اسره منكوبه. خلاص خلاص، روح عند السكرتير وسجل اسمك عند المستحقين للزكاة. شو زكاة؟ بارك الله فيك، احنا جايينك الحين هني متأملين خير، بارك الله فيك، المبلغ هذا ما الزكاة. خلاص خلاص، بس عاد لا تكثر كلام، توكل. أقول له مشكور؟ جزاك الله خير، مشكور. جزاك الله خير، ما قصر. أقول سعيد خلك من بن برهي وربعه، عليكم بالجمعيات الخيرية. جمعيات خيرية؟ إيه، الحل الأمثل لمشكلتكم. لا 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 لا، ما تفشلنا أنت قدام العرب، شو بيقولون الناس عنا إحنا بعدين؟ يا سعيد أي فشلة، الله يهداك الله يبارك فيك، ولا فشلة ولا شيء، وبعدين ما حد يدري عنك. هي نعم، والجمعيات الخيرية مسوين مثل حالاتنا وحالاتكم، بيسوون لكم صيانة ببلاش. وانت ايش دراك ان ما حد بيدري؟ هذا انا بيتي قدام بيتكم، ما سالت نفسك انا بيتي كل سنه يسوون له صيانه من وين؟ صدق هذا فاتتني؟ مسكين يا سعيد، كله من خير الجمعيات الخيريه. انا ابو هالجمعيات الخيريه ما عندهم غير بيتك انت كل سنه يسوون له صيانه. يا سعيد يوم قلت لك انك انت على نياتك، هي نعم، كل سنه انا وزين ابو نسير لجمعيه من الجمعيات الخيريه وايد، هي نعم، الله يزيدهم يا رب العالمين، ما يقصرون. اسمينك مبهين. هاي مو افكاري، هذه افكار زين ابوه. ها متى صاير تصير؟ يا ريال فشله ولا فشله ولا شيء، يلا ابوي يلا قوم نسير الحين، خير البر عاجله.
الحين بصير؟ ايه يلا ان شاء الله. بس سعيد دير بالك زينبو زوجتي تدري اني انا دليتك على طريق الجمعيات الخيرية، هي بتعفسني عفاس بتبهدلني في البيت. انت خبلة صاحي، انا اصلا روحي ما ابغي زينبو تعرف لانها اندرت والله فضيحتنا بطول الفريج وعرضه. انت صاحي صاحي طل. بسم الله عليك يا امي، شو بلاك؟ وين عورت حبيبتي؟ ما علي يا امي ما علي، الدكتور قال يوم بتمشين من الرقاق بتحسين شويه بدوخه براسك لكن بتستوين بخير. زين وين ابوي ويدو؟ كلهم في البيت وبعد شويه بيون. سلام عليكم. عليكم السلام. زينب هلا هلا امي هلا، حالك خير الله يسلمك. ما بديت شواخك واعي ما بلاها شيء. ها شواخ ايش حالك؟ خير بخير تدلعين ما بلاها شيء. الحمد لله الحمد لله. شو بلات؟ ماشي شوكليت برميت حلاوه حلوه. يا حسرتي من وزارنا عشان يبلنا حلاوه. ما عليه ما علي سهيلة، زينبو موجودة الحين بس يبى تخشش بشوف أي وحدة مغم عليها في غيبوبة شيء بصق الحلاوة والشوكليت وبي. سراج أربب خليك مبقق عيونك على الباب. منتظر أم سعيد خبرني. أربب ممكن هذا ماما سعيد ما يجي برا؟ يوم أقول لك ثور أخ بس لو أشوف أنا أشوف شو ما أعتمد على واحد خذي مثلك يا أبوي. أم سعيد اليوم بس في المستشفى وبما أن سعود أم موجود في البيت أكيد تأخذ تاكسي. بعدين تسير خبر أنا ودي مستشفى. عرفت الخطة يا الخبيث. أرباب هذا كل يوم سمسم خطة سمسم خطة، أنت ما في غير. ودي أغير الخطة بس ما ضبطت وياي، قلت له برمم لك البيت ما ضبطت بعد. يجي سعود سوي خراب كل شيء. إيه والله ما حد ملعوزني غير سعود هذا. بس وين بس يعني ودي الشبر بيلف وبيلف وبيلف واخرته بيرد عندي بيحتاجني. ايه طارش انا بلعبه. زين انت ارباب تميوات تميوات زين اللي جيت الله يابك. يلا خلنا نصير حق اختك وبنته ان شاء الله يرخصونهم ونفتك من هالمستشفيات. زين انا جاهز يلا نصير. يلا اقول لك امي ما بي ويانا؟ لا بي احمد خمدت علي طوفه ان شاء الله. بغيته يصير وشوف حرمته وبنته بس عيه الا ان شاء الله. شو اقول خلي ولي خلي ولي خلي ولي خلي ولي شو يا ينزين هو يارس نص الحوش خايف لا يطيح عليه السقف مره ثانيه. يا الله ان شاء الله تطيح عليه طياره. تعرف الطياره كارغو اي وكلها حديد ورصاص ما يسلم منها. زين ما خلي عبيده عن شتي الحينه سيري شوي تريني في السياره ابو عبيدان في المتراس بالحق. اي عاد لا تتحير علي اقول شيله وحذفه خلي حسبي الله على ابليسه. عبيدان شمعون سقط السقف سقط السقف سقط السقف سقط السقف بلاك. اقول لك اباك تصحصح وياي اباك تسمع الكلام اللي بقول لك اياه زين وما زين. شوف قول عقب ساعه نص ساعه بالكثير بتمر علينا لجنه تفتيش. اي تفتيش اي تفتيش شيم البارية احنا عمال شاردين. حلا شو لجنه هذه؟ بارك الله فيك لجنة تقييم الأضرار بيون بيتشيكون على البيت بيشوفون شو فيه من أضرار بيشوفون شيء محتاجين احنا يصلحونه ولا ما يصلحونه. سنو أنا شو مهمتي؟ وصلت الحين أنا بقول لك أنت شو مهمتك. أول ما يجون أباك تراويهم المعاناة اللي عايشين هني في البيت، أباك تراويهم الإدارة المتكسر السقف الطايح، يعني باختصار شديد أباك تراويهم معاناة ألم مأسوف. شو ولا همك يا نسيب لا راويهم في الفصل الأول مأساة الحلاج والفصل الثاني أسوي لهم البؤساء. متفيج تراك أنت متفيج تبغى أكسر لك الثاني؟ أكسر لك الثاني؟ المهم خليك هني منتبر في وسط الحوش مثل ما أنت كذي متكسر بحالتك حالة يمكن تأثر فيهم أنت كذي بحالتك هذه. ها يلا راوي هي افرد صدرك شوي هي فرش ريلك أشوفه هي راوني الألم بس هذا هو تم كذي لما يروح. حبيبتي أمري يمكن اليوم ولا باكر؟ أنا مليت من قاعدة المستشفى. ما علي يا حبيبتي يا أمي يا شيخو عشان تستوين بخير وتسيرين المدرسة يا أمي أنتي. السلام عليكم. عليكم السلام. شيوخ شرايك دمعة
دمغة اختريت لك. على حقي على حق أميك طيحة الحظ. كل هذه علشانك بعد عمري. يلا خلنا أكلك. كلفتي على عمرك يا أمي. أنا من عندي عز منها شيوخة شيخة البنات. جزاك الله خير ما قصرتي سعود أخوي. حقه واقف تعالي لس. لا لا مستعيل عندي شغل. لا 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 قبل استعيل سير عند الدختر وسأله متى بيرخصونه وبعدين سير وين ما تبى تصير. إن شاء الله إن شاء الله. إيه أقول شو أبو لكم أكل؟ يا أبو لنا بامية ويا أبو لنا بطاطا مهروسة. وأبوي بامية 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 خليتوا لي. مرحبا مرحبا اخواني. لا 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا سعيد اللي جيتكم الجمعيه الخيريه وجيتكم شرحت لكم عن حاله البيت. اهلا اخ سعيد امرني. ما يمر عليك عدوي يا اخوي بس مثل ما انت شايف البيت وحالته البيت متهالك دمران ما في شيء يعني يبغي همتكم ويا النشوه. شوف يا أخ سعيد إذا كنت تفكر تخدعنا فأنت غلطان. بلاك عصبت مرة واحدة علي يا أخوي شي سويت شيء أنا لا سمح الله. اسأل الفنان الكبير عبيدان حتى صدقة الفقراء تضربون عليها. أعوذ بالله منكم أعوذ بالله منكم. إيه بس يا جماعة الخير لحظة زين بس خلونا نتفاهم وما عليكم كنتوا فهمتوا الموضوع غلط يا جماعة الخير ما يعني ما فهمكم الموضوع عدل هو يمكن يا إخواني معليش يعني يا اي جماعه تعال هذيله يوني يا ريال ادوني صدق الصحفيين هذيله عندهم اسئله سخيفه يسالوني يعني انتوا كم غرفه في البيت كم واحد ترقدون في الغرفه ايش قد تحصلون بيزات ريلك ليش مكسوره صدق عندهم سؤال سخيف شو الفرق ما بين عبيدان الانسان وعبيدان الفنان المشهور بس تدري رغبتهم لان انا ما احب الصحافه الصفره هذه براح يا الثورة هايلة مو صحفيين مو صحفيين هايلة نجلة جايين من الجمعية الخيرية جايين يشيكون على البيت يشوفون أضرار البيت يشوفون نسوا محتاجين يا ريال ايش حقا ما قلت لي ان هذيلا جمعية خيرية أنا شفت فيديهم كاميرا قلت هذيلا صحفيين جايين ينبشون ورا مسيرتي الفنية طلعوا من البيت طلعونا فرشوا ألو عبيدان انت وينك؟ سعيد عندك؟ شو سوي؟ قايل عنده شغل وياي البيت ليش؟ شو مزعلنا؟ ايه اشوى اشوى ها؟ جمعية الخيرية؟ خليني خليني اذبح خليني ابو الفضايح مسوي لي فضايح مسواد الوجه يلي ما تستحي على وجهك يا جليل الحياة تروح الجمعية الخيرية تطلب منهم استهدب الله استهدب الله يا رقاي حرام عليك تفاهمي مع الولد بالعقل صغيروني ما يفهم اي عقل اللي خلاه فيني اي عقل طير عقلي على الطير خرايط راس اللي ما يستحي على وجهه اسمي الله على ابليسك اذكر الله يا ام سعيد هي سعيد اصلا ولدي الضنات كان يبي يساعدك هي شو زعلني فيه ليش؟ أنا ربيته وهم صغار هو واخته ما تربت من أحد ولا مديت يعني الحين يوم كبر بعايز عنه؟ وأنا أشهد أني ربيتهم أحسن تربية يا مسعيد ما قصرت فيهم بس حد الولد كانت نيته طيب الولد بس بطن خايس صح صدقة طار شبي صدقة أنا كانت نيتي طيب وحبيت أساعد أمي ماي خليه لا 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 أنا طالب منك شيء؟ بغيت منك شيء؟ ما تحكي وحكي في عندك لا يا أمي أنت ما اشتكيتي أنت ما اشتكيتي هذا عمبروه وهي أفكاره عمبروه؟ فاسد أقول لك هدي يدرج عمبروه ترى كنت تودي ناس الجمعية أقول لك عمبروه هو اللي خبرني عن فكرة الجمعيات الخيرية وهو أنا ما يخصني زينب 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 حبيبتي لا تفهميني غلط شوف ولا كلمة ترى كنت اللي توصي الناس يصيرون الجمعية لا أنا براوي
أعيش. أنا بهويك يا زينب يا زينب زينب اسمعني. لا هذا سعود يا ما حصلت عند الدكار يشرب عصير كسر خاطري وبعدين يارنا ما فيها شيء. والفروق فطوي يقول آمين. فروق فطوي أنا براويك والله لا نتف شواربك هدلك. قول يقعدي زين استهدي بالله فضحتيني قدام الناس استهدي بالله. بس سعود عمرو لا أبركتم فيكم ظهر ما يضر ظهر مرة ما أبغى أشوفكم يلا عورتوني رأسي لا أبركتم فيكم. أصبر يا طارش أصبر يا طارش بلاك الله يهداك. ما تشوف أنت هذه النسرة كيف محتشرة علي. أنا نسرة بعد أنا نسرة وتغلط علي قدام الناس ها هديني هديني يا مسعود عندك الله أنت بس هاي صو صو أنت ما في معلومة هذا شغل ما يركب زيادة ما يحمل هذا شاس الصارخ الطيويك بعد هذا اسمعك أنا انطب طبك الله لا تعمل حسك على الريال عاد يا مسعيد أظن هذا الحل يرضيك السامان علي والعمال عليك وانعم الراي إذاك الله الخير أنت الخير والبركة حاضرين مسعيد والله كان ودي أشتغل بيدي وريولي بس عاد تشوفي أنت العين بصيرة واليد قصيرة والشباب فيهم البركة ما يقصرون ما تقصر يا طارش جزاك الله ألف خير ولو إن عبيدان وسعيد طلعوا من يداك لو يعرفون يشتغلون كان يعرفوا قدرك قدرك غالي يما الغوالي أنت لولا وغيرك التالي يما سعيد يا ليت بالمنوات نظفة كان أنا بصيح يا ليتك حلالي عبيدان انطب أقول لك أحسن لك كل تبن